أخبار اليوم. لتقديم إبداعاتهم من الأفلام والصور الفوتوغرافية والإعلانات المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية، ويتسابقوا فيما بينهم حول جوائز تمنحها الكلية. لكن لم تكن العبرة يوما بالجوائز ولا قيمتها، لكن العبرة بهذا اللقاء الذي أنا سعيد به جدا اليوم لتلبية أساتذتنا وزملائنا رؤساء وعمداء كليات الإعلام أنهم يشرفون في هذا اللقاء. تلك هي الفكرة الرئيسية، أن يعني طلبة الإعلام يلتقوا ببعض ويشوفوا إبداعات بعضهم وإزاي يطور هذه الإبداع. هذه الدورة الحقيقة فيها ثلاث حاجات جديدة غير الدورات السابقة. أولاً عدد المشاركات كبيرة، 300 عمل شاركوا معنا من 16 قسم وكلية إعلام. كان فيها تفاوت في المشاركات، يعني أعداد قليلة وأعداد كبيرة. فإحنا الحقيقة عندنا ثلاث حاجات جديدة. أول حاجة، الكلية تشرف بتقديم جائزة خاصة لأكثر الكليات مشاركة، وهي جائزة خاصة باسم زميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور عدل رضا رحمه الله. جديد لنشهد دورة جديدة لمهرجان أفلام الديجيتال والموبايل لعاملها الرابع. هذا المهرجان الذي بدأ للمرة الأولى 2010، والذي انطلق من إيماننا الشديد بالدور الذي تلعبه كلية الإعلام في تقديم كوادر إعلامية متميزة ومنتج طلابي جديد منفرد قادر على أن يحمل على عاتقه تطوير مجتمعه وبناء بلاده وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة. هذا من خلال اكتشاف مواهب طلاب وطالباتنا أقسام وكليات الإعلام بالجامعات المصرية وإمدادها بالخبرة والعلمية والعملية المتميزة وتقديم الفرصة الحقيقية لهم ليقدموا هذا المنتج إعلاميا منفرد وخلاق ومتألق. منذ اللحظة الأولى ونحن ندرك تماما رسالة كلية الإعلام وأهميتها بالجامعة الحديثة، لأننا بعتبرها أهم كلية في هذه الجامعة. الأستاذ الدكتور هشام عطية. ثانية تكريم السادة الأساتذة عمداء الكليات لرؤساء الأقسام، الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر. الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل الأستاذة الدكتورة سهام نصار من كلية الإعلام جامعة الأزهر.